صرف قعبي عدي يعطي تحليلك بالسيف رافض مش بشناتي راني ممسخ مش نديف عارف رابورك ذدي جيبو لفقي بوليس والحاكم هو ربي خدل ما تحكم يا رئيس ما ننسى تعبك أمي لي راح خسارة بين المحاكم القفة والزيارة حومة مهمومة كل يوم تسمع كفارة والقاضية محكومة على سيجارة صارت البليت حكمونا طحانا يا وعي صابت منهم مرينا بشارة والحبوسات عبوها بالزطالة ظلم استبداد ما زالت نفس الحالة جيت نوصل في كلاشي لرجوع في كلامي حالف جامي اللاشي والله فاز انتقامي هذا هو ميساجي ان شاء الله تكونوا فهمتوني كيما وعملتوا ثورة قولي والله ليبرتي سيد الرئيس يلي شاد الرئيسة تي هذا فيس ولا هذي السياسة تي شوف لحوم إيجا ودخل البياسة تي عبي لم والبوليس خذاها سنيسة هذا المصير منكم اللي راتو عيني بلاد تحندير حابسي أكثر من سيفيلي الحال فقير والحالة ديما ميزيري وين التغيير اللي عليه انت تحكي لي اوه 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 اوه